نص كلمه في ذكرى عبد الوهاب العظيم اعتز كثيرا بانه احد اساتذتي فقد كتبت قصه حياته كما كتبت له اول مسلسل اذاعي يمثله امام نيلي وقد تعلمت منه الوسوسه في جوده العمل وقال لي اسرارا في حياته لم ياذن باذاعتها فيما عدا سرا واحدا فاتني ان اكتبه فقد فسر لي سر الزومان المكتوم قبل ان يغني وعرفت أنه أصيب مرة بانحباس الصوت وأصبحت عادة عنده أن يزوم ليجرب خروج صوته قبل أن يواصل الغناء تحياتي لفنان عظيم في ذكراه أحمد رجب